هل يستحب الخطبة بعد صلاة الكسوف أو لا يستحب؟ فمن العلماء من قال لا يستحب، ومنهم من قال يخطب عند الحاجة، لأن النبي خطب بعد صلاة الكسوف من أجل أن يبطل معتقد أهل الجاهلية. والقول الثالث وهو الصحيح، وهو قول جمهور السلف رحمة الله عليهم، أن الخطبة مستحبة مطلقاً، وهو ما رجحه الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع الكسوف في عهده إلا مرة، فلو وقع مرة ثانية ولم يخطب لقلنا ليست مستحبة، ولكن لم يقع إلا مرة واحدة وخطب، فدل على أن الخطبة سنة. وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس كما بين أيدينا في هذه الخطبة قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته. هنا أبطل معتقد الجاهلية. ثم بعد ذلك وعظ الناس، فدل على أن هذه الخطبة مستحبة مطلقاً وليست من أجل الحاجة فقط، وإنما هي خطبة مستحبة.